فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية أن حلفت إن تزوج زوج أختها على زوجته الثانية أن تذبح ذبيحة وتزوج، لكنها لم تذبح بل كفرت كفارة يمين لأنها ترى أن هذا الحلف أنه نذر معصية. يقول: ما الواجب عليها؟ هل هو الوفاء بهذا النذر أم تكفي الكفارة؟ تكفي الكفارة، لا لا كفارة، لأنها لا تقصد التقرب إلى الله بهذا الذبح، لا تقصد التقرب إلى الله، إنما تقصد الحث أو المنع من الزواج، فهذا يجري مجرى اليمين وفيه كفارة يمين. نعم.